السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من سنة 2022 من برنامج عدراوي لايف الذي تبثه جريدة الصحافة الإلكترونية، اليوم الأحد التاسع من شهر يناير، وحلقة اليوم سيشاركني فيها السيد حسن أبو عقيل الإعلامي المغربي من الولايات المتحدة الأمريكية، والفاعل الجمعوي السيد محمد متزكي، واللذان سيلتحقان بي بعد قليل. السي حسن أبو عقيل، السي محمد متزكي، أهلا ومرحبا بكم وسعيد جدا باللقاء بكم مجددا. أهلا وسهلا سي عبد الرحمن، سيدي محمد المتزكي، دائما كل يوم أحد معكم ونتشرف بهذه الاستضافة الدائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. تحية لمتابعينك الكرام من كل العالم. شكرا سي محمد متزكي، أهلا ومرحبا بك. تحياتي الخالصة لجريدة الصحافة عدراوي لايف، وأخ صحفي بنزين الشريف عفيف حسن أبو عقيل، الأخ عبد الرحمن، لما تقومون به، وهذا شرف أن نكون معكم، وخصوصا هذه الحلقة الانطلاقة ديال السنة الجديدة. شكرا سي حسن، شكرا سي محمد. هذه الحلقة غادي نخصوها لوضع مائدة النقاش التي سنخوض في هذه السنة الجديدة سنة 2022، و يعني لأن الأحداث السياسية كتهم واحد شريحة كبيرة من المجتمع المغربي، فأكيد أننا غادي نعطيو لما يهم السياسي والسياسيين ما يستحقون من الأهمية، خصوصا وأنه اليوم خرج واحد الخبر اللي يعني مفزع. غادي نقرأ النص ديال واحد المنشور نشرته قبل قليل بناء على ما جاء في مجموعة من المواقع الإخبارية، ومن بينها جريدة هيسبريس اللي نشروا هذا الخبر. والخبر تقول بأنه تم توقيف أحد البرلمانيين، هذا برلماني عن جهة ستات، تم توقيفه اليوم ويتابع في قضية تتعلق بنهب 60 مليار سنتيم. النصف ديال هذا المبلغ هذا خداه من واحد المؤسسة بنكية معروفة. إذا لحد الآن الجهات المسؤولة عن البحث في هذا الموضوع، الجهات الأمنية بطبيعة الحال مازال ما عطاتناش الاسم ديال البرلماني شكون هو، وما عطاتناش أيضا الاسم ديال المؤسسة البنكية اللي تحصل منها على هذه المبالغ هذه. يعني 60 مليار مبلغ اللي كيجمعوه غير الفم السي محمد متزكي، خصوصا وانت يعني اشتغلتي مع هذا الملف على الملفات ديال الفساد، سواء المتعلق بالعقار على وجه الخصوص ولا الاستيلاء على املاك الغير، وانت واحد من الضحايا ديال هذا النوع هذا من الجرائم المالية اللي تيعرفها المغرب. ف يعني شنو التعليق ديالكم على هذا الخبر أولاً؟ أولا هذا التتويج لما السلطة القضائية وخصوصا المحاكم الجرائم المالية والاقتصادية اللي بدأت تتحرك بكل احترافية، خصوصا الفرقة الوطنية، يعني ولو عندنا مختصين. قبل ما كانش الاختصاص، وكما كتعرفوا في العالم يعني هناك الجرائم المالية تتطور. وفي المغرب كما ما يخفاش عليكم بان الناس كانت بوراق مزورين كيستوليو على اراضي كيصوروا الملايير وكيطردوا وكيهلكوا الملايير الاصليين، وخصوصا اللي عندهم النفوذ. اللي عندهم النفوذ كانوا كي كان ما كيتراجعوش اللور. واليوم هذه بدايه موفقه، بدايه السنه، سنه الردع واسترجاع الحقوق، وتبان واحد باش يتبنى واحد سياسه اقتصاديه واضحة للنهوض بهذه البلد. نعم،
إذا سي حسن، يعني كيفاش كتشوفوا هذه البداية ديال سنة 2022 وهذه عملية توقيف هذا البرلماني والمتابعة في قضية قوامها 60 مليار ديال السنتيم؟ وهاد المسألة هذه راه هي استمرار لسابقات من هاد النوع ديال النهب والفساد. راه كنعرفوا بأن الداخلية شرعت في محاسبة رؤساء الجماعات، وكذلك هناك أحكام بمتابعة 58 منتخبان وعزل 138. يعني أن هذا الفائض هذا اللي بهذه الأرقام ينبئنا بأن الحال جد جد كارثي، وأن هاد الناس اللي صوتوا عليهم المواطنين المغاربة على أمل خدمتهم والتصحيح ما سبق من فساد والقضاء على الفقر وقضاء إلى آخره، أنت كتجي كتشوف بأن دخلنا مع هذه السنة وكذلك لازلنا نجد المفسدين داخل هذه المؤسسات. الله يعني بكل صراحة الله ياخذ فيهم الحق. امين يا رب العالمين. اذا يعني الاصوات اللي كترتفع وكتطالب بالغاء الوظيفه ديال البرلمان في المغرب او لا ايقاف الممارسه السياسيه لواحد الفتره، يعني الان ملي كنشوفوا حالات بحال هكا، يعني ما عندكش كيفاش ما دير انك ما تمشيش مع هذا التيار هذا. يعني واش في نظركم وصلنا للحضيض في الممارسة السياسية في المغرب، خصوصا مع حكومة السي عزيز أخنوش اللي كان المنتظر أنها تحيي الأمل في السياسة المغربية وأنها يعني تصحح الأخطاء اللي وقع فيهم حزب العدالة والتنمية، وعطات وعود وخلات الناس يصدقوا ويثيقوا، واليوم تنشوفوا بأن حتى شي حاجة من الوعود اللي وعد بها أخنوش والناس دياولو كاملين ما كتطبق على وجه الأرض. واش مازال يعني السي حسن والسي محمد متزكي، انتوما يعني كمواطنين مغاربه واش باقيين كتشوفوا بان السياسي في المغرب بقى عنده واحد الضروره؟ أنا كنعتقد بأن الإشكال ديال الوطن، وأنا مع المؤسسات الديمقراطية يعني، نعم لكن الإشكال أن هاد الناس كما كتشوفوا اللي هما كان خصهم يكونوا الحل ولا هما المشكلة. يعني ملي كتصوت على شي واحد خصو يكون هو اللي كيجي يشتغل في مشكل المواطن، بل أكثر من ذلك ولا هما المشاكل. ملي كنشوفوا مسؤولين عندهم شركات وزارة الداخلية دارت واحد البلاغ، دارت واحد البلاغ حول التقاضي بسوء نيه في الجماعات، يجيو محامون تيرفعوا دعوه على جماعه على شي موضوع لا علاقه ليه وكتخلص، وراه الملايير اللي تهبط بهذه الطريقه. او الشركات الوهميه كيجيو كياخذوا دي مارشي وكيجيبوا الشركه وهميه كدير لهم الفاكتورات بانه تصاوب في لانازا، وما جايين هذوك المساكن ما عندهم حتى السبيك، وهذاك الشيء علاش الطرقه البنيه التحتيه كطير تشطر فلوس. لهذا كان السؤال ديال صاحب الجلاله والناس اللي اولاته تيقول لهم اين الثروه؟ لانه الملايير تشطات. ملي كتشوف بنيه تحتيه ما كايناش، ملي كتشوف الشباب كيغادر البلاد، مازال المغرب مازال عندنا شباب، في عوض اننا حنا نقدروا نستقطبوا شباب من اوروبا ومن افريقيا يجي يخدم في البلاد، وكانت عندنا النزاهه. نعم ما عندناش النزاهه، هذا هو الاشكال ديالنا. واليوم كنشوفوا مغاربه العالم ما يعانونه بالوطن، اللي جا هو عنده ارض وزورها الواحد، ها هو عنده هذا حي بحال مراكش، فضيحه من العيار الثقيل. قبل ما ندخلوا في التفاصيل، يعني كان نتكلموا في عموميات السي حسن، يعني شنو التعليق ديالكم على نعم أسيف ومتأسف عندما كنشوف أن الابتسامة تتحول إلى دمعة حزينة في هذه البلاد هذه، وأن الأمال يتحول إلى نكسة ونقوص ويعني غادية في الحضيض. أنا بكل صراحة كيف ما تفضلت سيدي عبد الرحمن أن السياسة المغربية اليوم تدخل في واحد المستنقع خايب بزاف بكل صراحة. ما نبقاوش نجملوا الواجهة، كل مرة حاولنا ما أمكن أننا
بقلم يعني بقلم صحفي المغاربه الوطنيين الغيورين كذا، ان نقوم بتبييض الواجهه بحال الجياره، ولكن ما بكل صراحه ما مشاوش معنا في الطريق، يعني ما ما تمكنناش، يتصبغ. ما كاين، ما بقى ما يتصبغ. ملي كنلقاو الدراري صغار في سن الزهور، كنلقاهم واقفين ينتظرون قوارب الموت على الضفة، يعني في كل الحدود. كتلقى الأطفال الصغار كل شيء باغي يغادر، هذاك الطفل هذاك راه هو واحد صورة مصغرة للأسرة ديالو، هذاك الدري كيعيش المأساة اللي كتعيشها الأسرة ديالو، وكيوظفها فاش في الهروب من ذاك الواقع اللي هو دامي، وأنه يعني في واحد خاصة غادي نعطيو على سبيل المثال هذه الحالة اللي طرات مؤخرا ديال هاد الأطفال هادو اللي خرجوا باغيين يحرقوا كيف ما كنقولوا، يمشيوا أنهم كيقلبوا على مستقبل، والبلاد ديالنا طامعين فيها دول أخرى. بغينا نفهموا حنايا هاد المفارقة اللي هي خايبة بزاف. كنشوفوا أن الدول تتحسد المغرب على الموقع الاستراتيجي، كتحسدوا على الثروه اللي عنده، على الشركات، على كذا الى اخره، ولكن المقهور هو المواطن. انا ما فهمتش انا علاش الدول كتحسدنا اذا كان المواطن ما عايش زوين في بلاده، والدول الاخرى ترى في المغرب ما لا نراه نحن كمواطنين داخل البلد، فلماذا كنهزوا الحقائب ديالنا وكنمشيو امام السواحل وكننتظروا قوارب الموت يعني ننتحر باش ندوزو الى الشط الاخر من اجل مستقبل ظاهر، باش نعاونوا هذيك العائلات ونعاونوا هذيك الاسر، نعاونوا الام والاب والاخ والاخت اللي كلهم كيعيشوا البطاله اليوم ويعيشوا الفقر المدقع والاملاق. يعني ما يعني حاجه ديال الصراع الكبير هو الوعود اللي كتعطي لنا الاحزاب السياسيه. نعم. احنا لماذا هذه الانتخابات اصلا ملي كنجيو نلقاو بحال هاد الوجوه او هاد النخب السياسيه لا تخدم المصالح ديال المواطنين، علما ان التعليمات الملكيه ما بقاتش عندها واحد القوه، تعليمات الملك ولات كتفرغ من محتواها، كنشوفوا واش هاد النخب اقوى من جلاله الملك؟ واش التعليمات ديال الملك انها ما كتنفذش؟ كيقول لهم هاد المنتخبين خصهم يخدموا المواطن، اذا خصكم تخدموه فين؟ واش كتخدموه بالمعنى الدارجي المغربي ولا كتخدموه بالخدمه ديالنا حنايا؟ اي لا كنتو غادي تخدموا، راه هذه ماشي هي الخدمه. اولا الوزير اللي كيبان بالاستقواء والقوه والعجرفه وكذا الى اخره، راه كيبان بانه فاشل، لان الخدمه ديال الوزير كتبان من خلال تدبير الشان العام من خلال الوزاره ديالو، وكتبان في جيوب المواطنين. خصنا نشوفوا هاد التغيير والتصحيح والتقليل، يعني نحاولوا نحاربوا الفقر ونحاولوا يعني كل حاجه اللي وعدتوا بها خصها تنفذ، ولكن نعم. امام هاد الامور هذه اللي كاينه فهي نكسه بكل صراحه وغصه في قلبنا، وخوفا ان نموت ونحن نحمل تلك الغصه. نعم، اذا يعني التعليق ديالي انا على الموضوع السي حسن والسي محمد، انا تناخذ غير كمثال الشيء اللي حدث اليوم، يعني وكأن هذا التوقيف اللي تم اليوم جا باش يسهل علينا المأمورية في هذا اللايف هذا. يعني 60 مليار ديال السنتيم، لو انها تفرق على 60 عائله وكل عائله غتاخذ مليار، لو انها تفرق على 600 عائله او 6000 عائله او حتى 6 المليون ديال العائلات، ممكن توفر لهم مبالغ ماليه اللي غادي تسد الرمق ديالهم، وغادي تكون كمانع باش ان هذاك الطفل يمشي يوقف في بوابه المغرب ويتسنى قارب اللي ينقلوا الى دول الجوار. دونك إذا كان عندنا حنا مواطن واحد يمتهن السياسة من أجل الوصول إلى هذه المبالغ المالية، فراه عندنا مشكل، والمشكل ما غيمكنش لينا نبقاو كنتسناوه يتصلح بوحدو، المشكل خاصو يتوضع عليه حد، خاصو يتوقف، وباش نسميو الأشياء بالمسميات ديالها، يستحيل أن شي حد يقدر يدير شي حاجة في هذا الشأن من غير صاحب الجلالة الملك محمد السادس. يعني السياسة والسياسيين بالطريقة باش غاديين اليوم غاديين بالوطن إلى الهلاك. إذا كان عندنا رئيس ديال البرلمان كيعتبر بأن لوفات أن الإنسان يكون مقاريش وما تيعرفش يكتب اسم هو شيء عادي جدا في القرن 21، بأنه يطلب من صاحبه يكتب له الاسم في الانتخاب،
فهذا عيب وعار. إذا كان ممكن أن إنسان مقاريش غير متعلم غير قادر على صياغة القوانين على التشريع للمواطنين وكيدخل للبرلمان باش أنه يصبح النارشي ملياردير وباش أنه يجمع الثروة بين يديه، تنظن بأننا اليوم وصلنا إلى جزء من الإجابة التي ينتظرها منا ملك البلاد من خلال طرحه للسؤال أين الثروة، وتنظن بأن واحد الجزء ليس باليسير من الثروة هو في يد مجموعة ديال الناس يمتهنون السياسة، ما تيدخلوش للسياسة من أجل حل مشاكل المواطنين من أجل الإشراف على تدبير الشأن العام، ولكن كيدخلوا باش يخويو صناديق الدولة في الجيوب ديالهم. تنظن بأن لو موديل اللي كنخدموا به الآن السياسة ديالنا عبر على الفشل ديالو من خلال عملية التوقيف اللي شهدتها المملكة اليوم ديال هذا البرلماني وبحوزته هذا المبلغ ديال الفساد اللي غيتابع في حقه ديال 60 مليار ديال السنتيم، يعني حيتان كبرى أخرى شحال ديال المبالغ علاش راكده. من بين المواضيع الأخرى اللي يعني كيهتم بها السي محمد متزكي ونبغيو نتوقفوا عندها إلا اليوم، سمحتي إلا سمحتي إلا سمحتي غير واحد النقطة تعقيبا على كلامكم سي عبد الرحمن. هاد 60 مليار اللي كنهضروا عليها، يعني راه جات في واحد الوضع الآن، جات في واحد الوضع اللي هو كارثي كذلك في تدبير القانون، في تدبير القانون وخاصة على مستوى التعديلات ديال القانون الجنائي اللي كنتسناو أنه يخرج، وخاصة أن وزير العدل وعد بأن هذا القانون غادي يكتمل مع نهاية ديال شهر يناير في إحدى تصريحاته. ولكن هاد 60 مليار، وكنعرفوا حنا المحاكمات ديال هاد المسائل، ان باش غادي يدخل للمحكمه الان مازال في المرحله ديال اليوم ديال البعث، ما غادي يجي يوصلوا يدخلوا للمحكمه حتى يخرج القانون الجديد اللي فيه التعديلات وتبديل العقوبه السجنيه بعقوبه اخرى. يعني يقدروا هاد السيد هذا ما غاديش يدخل الحبس، غادي يخليوه في دارهم وغادي يبقى يتمتع بديك 60 مليار اللي انا غادي يقول لهم ما عنديش، وغادي ما غاديش ترجع للخزينه وما غادي الى اخره. مجموعه ديال الامور كنشوفوها الان انها كتساهم كذلك حتى هي في الفساد، لان الى شتي القانون الجنائي اللي هو القديم كانت عقوبات زجريه، عقوبات سجنيه، اليوم جايبين عقوبات البديله. يعني هذه العقوبات البديله ماشي جات ودارت غير هكاك، راه دارت لان عندنا نخاب سياسيه وعندنا نخاب اللي كتدبر الشان العام، باقي كيتسال هاد الديون كثيره، باقي كيتسال هاد الضرائب، باقي كذا، وكنشوفوها في المراكز ديال المسؤوليه، ومع العلم ان كاين اصحاب ديال هادو فاتوا في الحبس، كاين هاد الناس اللي عطاو شيكات بدون رصيد، كاين الناس منهم اللي ما مخلصينش الضرائب، وكاين اللي كيتابعوا الان السي يعني الخزين العام كيتابع هاد الناس بالمستحقات ديال الضريبه اللي بلغات مليار، كاين اللي عنده مليار و200 مليون، كاين اللي عنده الى اخره، وكنشوفوا هاد الناس يتمتعون بمسؤوليات داخل هذا. الا ترى بان هاد المساله ملي كنشوفوا هاد الناس اللي هما فاسدين ومازال شادين المناصب، يعني واش المواطن مرتاح؟ واش المواطن يعني غادي يبقى في هاد يعني هاد الوضع هذا كيخلي لنا المواطن كيعيش الازمه ديال الموت؟ احنا كنشوفوا راسنا ميتين ونتمتع بحقوق الاموات، يعني بكل صراحه احياء نتمتع بحقوق الاموات، هذا هو المشكل. يعني 60 مليار، 60 مليار هي ما غاداش ترجع كيف ما رجعوش الاموال المهربه، وجا شعار ديال عفى الله عما سلف. شوف دابا الشعار ديال 2022 اشنو اللي غادي يكون عندنا فيه الان حاليا، هو اشمن شعار إذا كان هذاك عافى الله وما سلف إلى آخره وما عطاوش ما ردوش الفلوس، إذا هذا الشعار الجاي لا سجن ولا رد الأموال. تفضل سي محمد. أشاطرك الرأي، لكن الحل ما غاديش يكون أي حل ما دام أن هناك رئيس جهة كتلقاه مثلا عنده شركة كياخذ دي مارشي وتيدير الفاكتورات اللي بغا.
او لا عمده ديال المدينه وعنده شركه البناء وتيدوز راسه لي مارشي وكيطلع هذاك الشيء ب 100 وهو كيفاكتوري بمليار، يعني عندهم طرق. الاشكال اللي كاين في المغرب هو انه ما كاينش المتابعه المداومه. ملي كنديروا شي مارشي كنديروا واحد الكونترول ديال الدوله وخص شكون اللي غياخذو، هذه هي الدوال. ما يمكنش تنقل المال السايب وتقول له اللي غادي يسرقوا غادي نحاكمه. المحاكمه راه سدوا يتخين اكسبسيون. الجرائم الماليه والاقتصاديه هي لا بريفونسيون، ما خصهاش ترا. امريكا راكم كتعرفوا لما ما ديكلاريتيش في العام وديكلاري وطلب السلامه، لما ما حطيتيش هذاك الشيء مقاد وتعرف راسك راه غيجيو لك للعب. دونك حنا في المغرب مازال عندنا التسيب، ما عندناش ملي كيديبلوكيو الفلوس هذيك، ومن حق المواطن يتابع. اعطيو له الفلوس لي مارشي اللي كيخرجوا تشوفوا واش هذاك الشيء هو هذاك. واحد تيشريك الشجر تيحطو يفاكتور لك مليار، واحد تيحط لك يكري دي زورديناتور ويحسبهم لك ب 4000 درهم للشهر. واحد يعني كاين هذا الشيء. يعني سيت اون فاسون دو فير، يعني الفساد ما هوش واحد حاله ديكسيبسيون، ولكن هي طريقه عمل متداوله عندنا في البلد. تفضل سي حسن. كاين واحد المساله ربما كان ماشي كنختلف فيها مع بعض الاخوان اللي معنا في المتابعه، كي يعني كيحاولوا ما امكن انهم يلصقوا كذلك التهمه بالنسبه للشعب، نعم، على اساس ان الشعب هو اللي يصوت على هاد الناس وكذا الى اخره. بغيت نصحح هذا المفهوم بالواقع ديالو، لان ربما الدعايه والاشهار ديال هذه القضيه ديال الانتخابات وديال التصويت كانت اخذت اكبر حجم من الحجم ديالها، يعني خدات حاجه اللي هي قوة منا. خصنا نعرفوا اولا ان المسجلين في اللوائح الانتخابيه راه هما اللي داروا هما راه 16 مليون، والانتخابات جا فيها النص، يعني ديك 51% معنيتها ديك 8 مليون اللي صوتات. نعم، هذيك 8 ديال المليون غنستثنيو منها، غادي يشوف الناس اللي المردوديه ديال لي ستاتيستيك ديال الحساب لي ستاتيستيك اللي كانت ما بين الناس اللي صوتوا ب 18 عام حتى ل 27 او 28 سنه كانت نسبه كبيره، والاغلبيه من هذوك الناس اللي مشاو من هذيك الاغلبيه الناس ماشي متمدرسين. وناخذوا الواقع، شكون هما اللي صوتوا؟ باش ما نبقاوش نقولوا الشعب راه المغرب راه 36 مليون ولا 37 ولا 38 مليون. الناس مشات على هذا الاطار بان راه ديك الحساب اللي كاين هو على عامه الشعب، ولا راه غير على الناس ديال المسجلين في اللوائح الانتخابيه. يلاه 8 ديال المليون، 8 ديال المليون لا تعير اي شيء. راه عندنا 38 مليون نسمه في المغرب، هذيك 8 ديال المليون وشوف منها اللي النواقيس وشوف منها الاصوات الصحيحه وزيدوا عليها هاد القاسم الانتخابي الجديد. يعني كاين بزاف ديال الثغرات اللي هي ما ماشي الشعب اللي مشى صوت على هاد الناس، وحنا هاد الناس اصلا راه ما داخلينش في هاد اللعبه، هادو اللي تصوت عليهم دابا حاليا. راه هاد الشيء اللي كنقولوا راه جاي، راه 10 سنين حنا ناخذوا غير المسائل اللي جات من بعد الدستور ديال 2011، يعني جوج ديال الوزارات، جوج ديال الحكومات، جوج ولايات، وهذه هي الثالثه. يعني من هذيك اللحظه الى يومنا هذا راه كاين الناس دابا اللي كيتعاقبوا من خلال هاد الكم الهائل ديال هاد المنتخبين اللي خرجوا لنا من الاحزاب السياسيه. كنا في واحد الوقت ننتعش مع بعض الحكومات اللي كتعطينا فيها نخب بكل صراحه، كاين فيها كتسمع فلان كتحترمه واحد التقدير واحد الاحترام، واحد راه القيادات اللي دازت في احزاب سياسيه كان لها عندها واحد تبارك الله واحد الهيبه، كانت عندها هيبه لا في الجلسه ولا في الوقفه ولا في الخطاب ديالها زائد الى اخره. دابا حنا مع شي واحد معمرين الكراسي ما تقدرش تجلس معاه حتى هذا لا يناقش. اللي كيتكلم معاه كيهضر بالغوت، اللي كتتكلم معاه كيهضر بالاستقواء، اللي كتتكلم معاه كيفعفع وغدا هكاك.
ما يعطيكش حتى شي حاجه، وهانت الدليل على ذلك الحكومه ديال الكفاءات الى اخره. اين الكفاءه وانتوما اول عمليه بديتوا بها بديتوا بالاقتراض والديون، وزتوا نافيله اخرى. ربي راكم تحلوا المسائل، ماشي انا شخصيا تعطوني الفلوس غندير مشروع مخير. الا مشيتي جبتي الدين، من دول اخرى وهزيتي قروض اخرى، تسمى كفاءه؟ ما كتسماش كفاءه. لا حتى الكفاءة هو المبلغ، اللي صنع الكفاءة، المبلغ هو كبير يعني، من قبل كنسمعوا 200 مليون 300 مليون، يعني انا عني انا لاول مره غادي نسمع الحكومه اقترضت 7000 مليار. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، ان الاقتراضات فاقت يعني هذا الشيء اللي كنشوفوا فيه، وانهم دخلوا في واحد المسألة اخرى. ماذا استفاد هذا الشعب هذا المقهور من هذه الديون؟ نعم اين انا الاستفادة؟ تفضل سي محمد. القروض ماشي ممنوعه، يعني ايطاليا كتجي تشوف هي الدوله لا بليزون ديتي، ولكن ملي كتجي للمواطن تتلقاها استثمرات وعطاتو إذن كيبان أصبحت على المواطن دار صحيح. كوليزا بلاستيك صحاح، كان لا بغى شي مشروع ياخذ شي فلوس. في ايطاليا عندنا 174 74 الف مقاول مغربي، 74 ألف من الجالية في إيطاليا، يعني من الخمسينات هي اللي خدات الفلوس ولكن عطاتهم واستثمراتهم. هنا ماشي ممنوع أنك يكون عندك قرض، ولكن خصو يكون غنطابل باش ترد الفلوس وباش تنتعش البلاد، ماشي دير به الغش وتهرب الفلوس. حنا ما كنشوفوهمش، يلاه كنسمعوا الدولة اقترضت، ما كنعرفوا هاد الفلوس فين مشاو. صح، هذا هو الاشكال وبعدين غريب. البيت البسيط ان المراقبه والمواكبه ما كاينش. تفضل. صحيح. إذا السي محمد متزكي، توقفوا عند الموضوع ديال العقار الذي يقلق كثيرا الجالية المغربية والكثير من أفراد الجالية المغربية اللي مازالين الحدود اليوم باقي كتدار بهم، يعني رغم كثرة النداءات ورغم كثرة الصراخ باقي المغاربة كيمشيو للمغرب وكيشريو منازل على الورق، ومن بعد كيتبين لهم بأنه ما كاين لا مشروع لا يديك لا يخليك، وكتمشي عليهم الأموال ديالهم. كاين يعني واحد الحالة اليوم في مراكش اللي تبغي تكلم لنا عليها السي محمد متزكي، تفضل. نعم، هذه الحالة صراحة تؤلم. علاش؟ لأن هذه الحالة واحد دراما، يعني خص يتألف عليها واحد الفيلم. هذو واحد الأشخاص والعائلة عريقة في مراكش كانت عندهم واحد القيصرية معروفة، توفى الأب ديالهم، كانت هي في ملكية ولد عم سيدنا مولاي المهدي الحسن الثاني، وكان وعدهم جاو لعنده قال لهم أنتم اللي غنبيع لكم هذا البلد. باعوا لهم هاد الشباب ولاد هذاك، داروا قال لهم الشريطه ده باش تكملوا هذاك الشيء يكون ديما في المستوى، نعم. وشراوه. وفي 2011 خداو الرخصه ديالهم من عند العمده اللي ولات دابا المنصورين، ومن 2011 دازوا كاع اللجان كل ديال الثقافه ديال سبعه اللجان، وخداو الرخصه ديالهم بداو كيخدموا. حتى 2020 قربوا يتاليوا، جا الوالي مع جلوس الصباح شاف هذاك الشيء سحب لهم الرخصه، ماشي قال شي حاجه ما كايناش، هي كان على اساس شي تدوينه ديال شي اجنبيه، قالت لهم هادشي خصني نوقفو غندوز نشوف هذاك الشيء موثق، وجا الوالي وحيد لهم الرخصه. من بعد مشاو للمحكمه الاداريه، القضاء نصف العائله، دار له الشطات استعمال السلطه واسترجاع سير ستانف عاوتاني الحكم. ولهذا ملي كنشوفوا بحال في هذه الازمه وواحد الامان لهذوك الناس ديال جامعتنا وديال الناس مغامرين في هذه الازمه وكيبنوا بلادهم والوطن ديالهم، وتجي انت بالصفه ديالك تتمثل صاحب الجلاله كوالي مدينه مراكش وتسحب وتخليهم يمشيوا للمحكمه. الغريب في الامر ملي شفت الملف في الحكم الابتدائي جابوا واحد الملف اخر رخصه اخرى اقطع اخرى ديال محل اخر هما اللي دلاو به، يعني ما جابوش حتى ما عندهم حتى عذر. ولهذا كنقول بان مغاربه العالم هما الحلقه الضعيفه وكيديروا بهم ما بغاو صراحه.
يعني شنو في نظرك سي محمد متزكي، لانك انت تغلغلتي في وسط هذا الموضوع ديال مافيا العقار والاثار السلبيه ديالها على الجاليه المغربيه، يعني شنو كتقترح كحل من اجل وقف هذا المشكل هذا؟ الو، نحن كمغاربه العالم، وانا بغيتكم كلنا نشاركوا في هذا المقترح. مغاربه العالم ما عندهم حتى لجوء في المغرب، اللي كتجي انت وليداتك كتجي من برا، انت راك محمي في كندا، ما محتاج انت حاجه، ولا في امريكا ولا في اوروبا. اللي كيجي كيشري شي حاجه، كيدخل في شي مشاكل، ما كايناش شي مؤسسه. لماذا؟ ما عندكش الحق في التصويت، ما عندكش 25% في البرلمان اللي خص يكون برلمانيين تابعين لمغاربه العالم، ما عندكش اشخاص من مغاربه العالم في الحكومه. هادشي يربحوا به. حنا نطالب بمؤسسه ملكيه لحمايه مغاربه العالم في الوطن، الممتلكات ديالهم والاستثمارات ديالهم، يلجؤوا ليها. نعم وهذا مطلب اللي غادي يكومبلي، كنطالبوا سيدنا باش يستجب يكومبلي هذا لو فيد. حيت كاين واحد لو فيد انستيتيسيونيل، عندنا الحق التصويت، مانعينه، ما عندكش تمثيليه في الوطن. ولهذا غير سيدنا، وخطير من الامر انهم كيتصدروا احكام باش يستولوا على اراضي بالزور، وهذيك الاحكام كتصدر بسميت سيدنا، هادشي خصو يوصل ليه. يعني مغاربه العالم اللي تركوا شي حاجه خص تكون عندهم مؤسسه. مثلا باب دارنا، الفلوس خرجوا برا، عندهم لا تراصابل، كيفاش خرجهم؟ 1200 اسره من مغاربه العالم، راه داروا دابا في باريس وقفان يومين، راه كيجيو للجلسات، وشي وحدين توفاو، وراه كان حسن تبع كل شيء، تبع هذه المآسي اللي غادت ديال باب دارنا. ولهذا خاصنا نضافوا الجهود. لماذا؟ لان 9 مليار ديال الاورو اللي دخلات، وكاين السلم الاجتماعي كيساهموا به، وهذا افتخار لنا كمغاربه العالم باش نساهموا. صحيح ولكن خاص المعامله بالمثل، اعطيونا واحد المؤسسه اللي تحمي هذا المغرب. نعم، واحد نقطة مهمة اللي أثارها الأخ محمد متزكي، وهي مؤسسة ملكية تشرف على هاد مغاربة الخارج. علاش؟ لأن مغاربة الخارج الآن بعد هاد الانتخابات ومع هاد الحكومة هذه، ما بقاش مغاربة الخارج عندهم لا علاقة نحن هو المؤسسات، لأن المغاربة ما استفدوا والو مغاربة الخارج من المغرب، إداريا ولا استثماريا، ولا كيف ما كنقولوا اقتصاديا، دخلوها في الاقتصاد ودخلوها في السياحة ودخلوها في أي حاجة. هاد مغاربة الخارج كتمشيو تما، ما عندهمش ديك القيمة ديال ديك المقارنة ديالها بين هاد 90 مليار ديال السنتيم اللي كتدخل. يعني حشومة أن مغاربة الخارج اللي هما مع الوحدة الترابية، يعني هادشي كنديروه تلقاء من نفسنا، لأننا عندنا الغيرة الوطنية أننا نرفع العالم المغربي، راه ما رفعوش الأحزاب السياسية. المقدار اللي دار، يعني القدر اللي داروا مغاربة الخارج في المحافل الدولية، ولا حزب سياسي دار قدهم. الأحزاب السياسية كتكون صامتة، والمغاربة الخارج هما اللي كتلقاهم أمام القنصليات وأمام القنوات الدبلوماسية ديال دول الأعداء داخل في على الخارج، كتلقاهم هما اللي كيهزوا الراية المغربية، وكيتلقاهم هما المنسقين مع البرلمانات، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ولا على مستوى أمريكا ولا كندا. كتلقى جميع المغاربة هكا دايرين، هذه هي الغيرة الوطنية. ولكن باش تقابلوهم مقابلة سوء، وانكم لا مبالاة، وانكم ما كتعطيهمش ديك القيمة اللي يستحقون، من العار اننا نتحدث عن مغاربة الخارج بهذا الشكل هذا. لهذا فهاد الناس هادو اللي جاوا استثمروا في المغرب وتخونوا وتسرقوا وتنصب عليهم، وكاين الناس اللي داروا شركات تما وجاو ابناء كيف ما كنقولوا الفشوش، وداو لهم المشاريع ديالهم، ومع ذلك الاحكام كانت ضد هؤلاء المغاربه مساكن، فلوسهم مشاو وزيد عليهم كذا ودخلوهم الحبس بشواهد زور وبشهود زور الى اخره، وبالمحسوبيه والزبونيه والى اخره. يعني لماذا ان مغاربه الخارج دائما في هذه المهزله؟
انا ملي لقاو ناس ولا اسره تحت محنات سنين وسنين وجات شرات ابارتمون في المغرب، ويجي واحد ينصب عليهم يدي لهم كل شيء على هذا السيد هذا المقاول هذا منين خدا؟ ياك هو اللي دار الاعلانات، وعلم فين دار الاعلانات؟ دارها في القنوات المغربيه على المؤسسات هذا البنكه اللي عطاته القروض على هي بنكه اجنبيه بنكه مغربيه، زائد الرخص اللي خداها هي كلها ديال الجماعات المحليه، زائد زيدوا زيدوا زيد كلها الرخص كلها كذا، وزادوا داروا الاعلانات في القطب العمومي اللي هي التلفزه المغربيه، وزيد كذا وجابوا فنانين وجابوا كذا اللي داروا لهم هذه الاشارات، وشويه مع فجر جديد كل شيء كيتنصب. هادو كذا داو لهم فلوسهم، داو لهم مسائل ديالهم، واش غادي تثيق انت السي عبد الرحمن مازال غادي تمشي دير شي حاجه استثماريه تما؟ ولو بحاجه ما يمكنش. تفضل السي عبد الرحمن. غنعطي التسميح اعطي لهذه المفارقه. تصور معايا كما شاد الاخ حسن هذا لافير باب دارنا، الاشهار، لي باليساج، لوتوريزاسيون الجماعه، كل شيء، والعقار ماشي في الاسم ديالو. تصور معايا وخذ هذا الملف ديال مراكش اللي شاري الملك و80 عام والاب ديالهم هو اللي الفون كوميرس ديالو، اللي شروا الملك داروا غير اصلاح باش يعاودوها، وكل شيء ليغال، وتسحب ليهم الرخصه 2020. راه كاين المشكل واحد المشكل السي متزكي، وكنت هضرت لك عليه باش تكون واقف فيه في هذه العمليه. كاين هكتارات كبيره كترجع لواحد الجد عنده هاد المسائل في الاسم ديالو، عنده الابناء ديالو ولاد ولادو لم يستفيدوا، جاوا لقاو الارض القرض تنهبات، والتبنات تبنات وباقي الاصول ديالهم باقين في يديهم الان الى يومنا هذا. وانا عندي هنايا مجموعه ديال الشواهد ديال العقاريه اللي في ملك هاد الناس، وطلعت عليهم طلعت فيهم ديور اخرين، والناس مساكن ما صابوا ما يديروا. كاين مره كيقولوا لهم راه الاوقاف، مره كيقولوا لهم راه سميتها الاخرى شركه ديال السكن، نعم هذا والى اخره يعني. والناس هادو تكاثروا ومساكن راه ما عندهم والو من غير هاد الايرت هذا، وباقي الان ما عندهمش حلول. هادشي راه في مراكش كنهضر عليه دابا، نيت كانت القضيه ديال في مراكش، راه هاد المصائب ويوميا التليفونات من عند هاد الناس هادو، لانهم يموتون وان عندهم حالات ديال الفقر، وباقي الان ما داروش معاهم حتى حاجه. يعني بغيت نفهم انا كيف هذه اليد الحديديه اللي كتجي وكتنزل عليهم بهذا الشكل هذا. اذا المشكل السي حسن السي محمد عرفناه، كاين هناك مشكل، الجاليه المغربيه تعاني من مشكل كبير جدا. واش كتشوفوا بان المؤسسات اللي هي الان عندنا اليوم تقدر تملا هذا الفراغ اللي هو تتعاني منه الجاليه، مثلا مجلس الجاليه، مثلا النسخه القديمه ديال وزاره الجاليه اللي تم الغائها، واش كتشوفوا بان ما هو موجود اليوم يوفي بالغرض؟ باش نكونوا براغماتيك. نعم. اليوم دابا في هذا اللقاء واللقاءات اللي دوزنا، والسي حسن راه متبع يعني المنابر متبعه، ان شخصنا الاشكال ديال المشكل، ان هناك عمليات ديال السطو الحمراء، مغاربة العالم يتعرضوا هما الحلقه الضعيفه، خاص مؤسسه لحمايه ممتلكات استثمارات مغاربة العالم في الوطن. هذاك المجالس وهذاك تكون عندها رادعه لماذا؟ لان ملي كتكون يد صاحب الجلاله على شي مؤسسه ما كيبقاوش يضروا بها. الاهم عندي هنايا هو لا بريفونسيون. اما لا مشى حتى واحد دخلك راه حياتك مشات. واحد باش نستمر معك سي محمد متزكي، هو انه ولو احنا نطالب بهذه القضيه ديال المؤسسه الملكيه تكون مشرفه على هذا، ولكن ما نطلبه من جلاله الملك هو ان هذيك اللجنه اللي غادي تكون معاه في هذه المؤسسه هذه ما تكونش من الاحزاب السياسيه، ما بغيناهمش.
ما بغيناش ديك للمعايير. الوجوه من الحكومه نهائيا، بغينا لجنه مستقله ما عندها بغالبة علاقه العالم، بالاحزاب، ما عندها ديك علاقه الحكومة بالاحزاب، وتكون من الدولية تتفاعل في مغالبة العالم. نعم تكون من ابناء مغاربه الخارج، لا، وما بما عندهم تتفاعل نعم، في وما مغالبة يكونش عندهم، الخارج. ما يكونوش مصبوغين باللون السياسي، اللون الحزبي ما بغيناهمش نهائيا. هكا صافي، وكفى المؤمنين شر القتال، بركه صافي سالينا، راه تمحنوا هاد الناس، بغينا غنموتوا وحنا مطمئنين على هاد النسل الصاعد اللي طالع. راه من العيب ان فين ما كانت شي لجنه الا وهي مكونه من هاد الاحزاب، وكان هاد الاحزاب قاضيه الشغل وفاعله وتاركه. ما دايرين والو نهائيا للشعب المغربي. الا كيخدموا راه كيخدموا المصالح ديالهم، حنا ما كنشوفوا والو، ما كنشوفوا حتى حاجه. اليوم نعم. كنسمعوا حاجات اخرى، كنسمعوا حاجات اخرى، ولكن راه اللي في المزود هو المغربي، هو المواطن. هانتوما شفتوا المسائل ديال الجائحه، عندنا صندوق ديال الجائحه ضرب عليه الطم، ما بقيناش كنعرفوا شنو كاين، ولينا مضاربين مع القرارات المتسرعه. هو فين هذاك الفلوس، داك الشيء اللي كان تما، والامريكان اللي عطات، والدول الاخرى اللي عطات الى اخره، واش ما تعاونوش المواطنين اللي ما عندهم ما يدير؟ الناس كتموت بصراحه، الناس راه يوميا عندها مشاكل. وحنا هذا في جانب اخر للداخل، لان نعم. علاش قلت هكا على الناس للداخل، لاننا جزء لا نتجزأ، كيف مغاربه الداخل كيف مغاربه الخارج، وما يسري عليهم يسري علينا نحن. ما يحاولوش هذه الاحزاب انها تفرق بيناتنا كما فرقت في الانتخابات، ضربات 6 ديال المليون ديال المغاربه ضربتهم على الحائط خارج اللعبه ديال الانتخابات. تفضل سي محمد الزكي. دابا ليس ملي كيكون مغاربة العالم بهذا الشيء اللي كيقدموا وكيقدموه نضاليا وبرزقهم ضامنين السلم الاجتماعي، إلا تضمنت لهم الحقوق في الوطن ديالهم، ولاو تيجيو شباب من أوروبا مغاربة أصول مغربية يفتحوا مطاعم، يفتحوا شحال من شاب تيبغي يجي حتى هو يفتح، عنده خبرة، عنده هذا البرلمان اللي خدا 60 مليار 30 مليار من البنكه جرد قلم، راه لجا كيجيو اشخاص كنعرفهم عندي من فات على 100 مليون تيطلبوا ليه جدوش عندهم الكوسيون ما نعم كيعطيو صحيح. مشروع، واش كاين؟ هذا هو العمل، يعني خص الفوت فوا وما يكونش من الاحزاب، حيت انا لا انتمي لهاد، ما كنثقش فيهم. شوف الله يربحهم، حنا بغينا مؤسسه اللي تواكب مغاربه العالم اللي يجيو للبلاد ديالهم، بقاو يستثمروا الممتلكات ديالهم، يلقاو واحد المخاطب يمشيو يدقوا عليه، ما عندهمش، وكيدخلوك في المتاهات ديالهم هنا. ما واحد القراءة بسيطة، واحد القراءة بسيطة، وأنا كنتابع صندوق محمد السادس للاستثمار، استغربت أن هذا الصندوق هذا باش يعاونوا به الناس اللي ما عندهمش، واللي يعطيهم الدعم ديالهم باش يديروا مقاولات صغرى، ويبداوا الناس كل واحد يخدم على عائلته. أن أول المستفيدين من صندوق محمد السادس للاستثمار هم الأبناك. تصوروا معايا هذه القضيه، هم الابناك. كيف يعقل، كيف يعقل نعطيو احنا الابناك الدعم وهي عندها اللي ما يتمش؟ انا عندها من يتم من يتم. عملية انطلاقة اللي صاحب الجلالة راه الجرائم صباح 100 مليون شباب بشري دازوا لها عصابات بشركات وهمية. احنا وكذلك كاين هناك بعض المؤسسات، هادشي خصو كله مراجعه. المؤسسات اللي هي ديال الدراسه ديال البرامج، كتعطى فيها ملايير، تجي وزاره كتجيب واحد المؤسسه كتعطيها، على ما عندناش خبراء مغاربه، على ما عندناش الناس اللي غادي يديروا، فين هي الكفاءات اللي كتهضروا عليها؟ عطيونا راه الكفاءات هي دير لكم برامج، ولا ما درتوش برامج مشيو حنا نجيبوا، دائما نجيبوا دول كذا وفيها الكوميسيون وفيها الى اخره، وكتاخذ الملاير، وفي الاخر البرنامج فاشل. راه كاع البرامج دازت فاشله، لا الخضراء ولا الزرقاء ولا الحمراء ولا الى اخره، كاع دازت فاشله. تفضل سي محمد، سي عبد الرحمن، اسمح لينا. مشى الصوت ديالك عبد الرحمن. استسمح. اذا باش نلخصوا الفكره، هو ان مغاربه العالم كيعانيوا من مشكل كبير وخطير جدا. 60 مليار اللي اليوم كيتابع فيها شخص واحد ممكن تدخل مئات مغاربه العالم، اللي ممكن يدخلوا مئات المشاريع ويخدموا عشرات الالاف، يمكن مئات الالاف ديال المواطنين المغاربه.
كاينين مغاربه العالم اللي كيدخلوا اموال كيستثمروها وكيتم الاستيلاء على المشاريع ديالهم. اذا المؤسسات الحاليه اللي هي عندنا اليوم في المغرب لا توفي بالغرض. نحن بحاجه الى مؤسسه ملكيه متصله مباشره بجلاله الملك، اللي يمكن لها تكون واحد الملجأ يلجأ ليه كل مواطن من مغاربة العالم عنده مشكل داخل المغرب. تفضل سي حسن. واحد المسألة اللي هي في هذا الجانب هذا، بما أن مجلس الجالية تفضل سي حسن تفضل. إذا تقطع الخط على السي حسن. السي محمد متزكي، ريثما يلتحق بنا السي حسن، ومعنا ايضا السي محمد تحفه من ولايه فلوريدا اللي تيحاول يربط بنا الاتصال باش يدخل معنا في هذا النقاش. اذا نخليك في تعليق السي محمد متزكي، يعني باش تكون الامور واضحه، احنا ما باغينش حزب سياسي او شخصيات سياسيه تمثل مغاربه العالم، لان مغاربه العالم غير معترف بهم ديجا من طرف السياسيين ومحرومين من الحق ديالهم في التصويت وفي الانتخاب. نطالب بمؤسسة اللي هي من مغاربة العالم ومؤسسة اللي هي ملكية متصلة بملك البلاد مباشرة. إذا نلتحق بنا مجددا سي حسن. إذا كاين مشكلة. تفضل تفضل سي محمد، ريتما نحاول نربط الاتصال بالسي حسن والسي تحفة. نخليك الكلمة لك والبرنامج لك. شكرا. على اي كاين واحد الاشكال ديال واحد المغربيه ديال علاش كنجبدوا يعني المواقع اللي كيعرفوها المغاربه، بحال جامعتنا في مراكش كاين شارع جليز، في جليز كاين جوج عمارات ديال واحد فداهم واحد مقاوم توفى في 2015 وبنته من فرنسا من مغاربه العالم، لقات واحد طرم عليهم بلا صفه، بهدلهم، جاب لهم لي زافريكا، سكنهم، عذبهم، ومازال تيتقاضاو معاه. راه هذاك الشيء اللي داز على عائله فريكان راه مصيبه، مصيبه كبيره. دونك من غير هادو اللي خارج المدينه او في المدن الاخرى او الدار البيضاء عند الفيلا ديال اوبا مازال كيتحاكموا عليهم العصابات المسلمين، يعني كيديو لك ديالك ودخل المحاكم وتباع. ولهذا فما يمكنش، انا الخلاصه ديالي والتجربه النضاليه، اليوم حنا واقفين على واحد المخاطب، خاصنا مخاطب في الوطن. هذا المخاطب تياخذ مشاكل، جا واحد عنده ارض، جا عنده استثمار من المغاربه، جا برزقه، وهو عنده واحد المؤسسه اللي يمشي وهي كتوقف، هي اللي تترافع، هي تترافع عنه في الوطن، كتشوف شكون تعيط تفكه وعندها القوه ديالها. وما يمكنش، حيت حنا صراحة مغاربة العالم هو الحلقة الضعيفة. نعم. تفضل السي حسن، نقاطع الخط جوج مرات على السي حسن. اسمحوا لنا، السميح السميح السميح، هو باش نرجع للكلام ديالك ديال المؤسسات اللي هي مشرفة أو مكلفة بمغاربة الخارج. نعطيك سبيل المثال، أن ملي كتكون عندنا واحد المؤسسة اللي هي جنبا للملك، يعني مؤسسة استشارية، وما كتعطاهاش القيمه ديالها في الحكومه، ما كيتعطاش ليها القيمه ديالها في اللجنه، في اللجان، وانها كتشارك بحال دابا مجلس الجاليه. الفصل 163 ديال الدستور راه باقي كنتسناو الان، باقي الى يومنا هذا لم ينزل هذا الفصل، لا في الحكومه السابقه من 2011 الى يومنا هذا مع الحكومه الثالثه في هذه الولايه. يعني من العار ان مجلس استشاري جنبا لجلاله الملك ما يتنزلش ليه القانون ديالو باش يخدم. دابا اذا هنا ملي الحكومه ما كتنزلش هاد الفصل الدستوري على ارض الواقع، ملي ما كتنزلوش معناتها انها ما باغاش مغاربه الخارج يتمتعوا بالحقوق الكامله ديالهم. هذه يعني عمليه رياضيه. هاد المجلس هذا راه ما يمكنش ليه يخدم بدون قانون، خاص الفصل ديالو ينزل 163 باش يقدر يبدا يخدم مع هاد الناس. ولكن هاد الحكومه اللي كتقوم بهاد العمليات ديال البطر ديال القانون وما كتنزلوش، كما ما نزلاش الفصول الدستوريه ديال مغاربه الخارج 17 18 و 163، يعني راه هذا هو
المنطق اللي كيقول لنا بان الاحزاب هي ضد وتشتغل بالمؤامره ضد مغاربه الخارج، ولا يمكن لاي حزب سياسي حسن يقول لنا راه كذا. ولكن هذه المؤسسات هي اصلا من جنب للمالي، احنا ما بغيناش لا تكون لا مؤسسات هادو ولا اي حاجه، بغينا لجنه مستقله تكون من مغاربه الخارج، صفوه تكون من مغاربه الخارج، تكون جنبا للملك وتكون في اطار ديال المؤسسه الملكيه، ونتخاطب مباشره مع المؤسسه الملكيه. سي حسن، خلينا نشرحوا ونملحوا ونخرجوا للخطاب فاس. إذا كانت هذه الأحزاب السياسية تقف ضد الرغبة الملكية، وهي التي تقف وراء إعدام هذا المجلس اللي هو من صنع الملك، اللي هي مؤسسة استشارية ملكية، اللي هو مجلس الجالية، واش ماشي يعني بالمفهوم الواضح هاد الناس هادو يحاربون الملك؟ طبيعة الحال الأمور واضحة، ولكن لن نسمح لهذه الأحزاب بهذه السطوة وهذا القفز على أسوار القصر بهذه الطريقة. هما ما كيبينوش هما ما كي هم هم كل مسؤول ما كيقومش بالعمل ديالو فهو عدو للواقع. راه ما كيبينوش بأنهم كذا، ولكن هناك تقارير مغلوطة ترفع إلى ملك البلاد للتخويف وللترهيب بأن مغاربة الخارج راه فيهم دوك الإسلاميين المتشددين، راه فيهم كذا، غادي يفلتوا لينا، ما شادينهمش بين يدينا، راه كذا، راه ما كاين لا كفاءات، راه خدامين في البيتزا، راه الآخرين خدامين في كذا، راه إلى آخره. قاعد هذه الأمور هذه معروفة، ولكن راه جلالة الملك قرها أكثر من مرة بأن مغاربة الخارج راهما واحد جزء لا يتجزأ من مغاربة الداخل، وعندنا تبارك الله وصل عن بي القيمة عند الملك. ولكن هذا لا ينفي أن خصنا، كيف ما تفضل سي متزكي، بأن خصنا مؤسسة ملكية تشرف على مغاربة الخارج. يعني هذه يعني بكل صراحة في مبادرة. كاين واحد النقطة مهمة، أنهم كيختاروا من مغاربة العالم اللي كيضربوا بهم لي شو داكتيف بحال دابا كنشوفوا هاد ديال عبارة عبارة زوينة هذه السي محمد. جامعة الكورة كيخوف واحد الشاب المهم برشلونة وتيجيبوا لك واحد اللاعب وتيجيبوا، علاش ما تجيبش ليا العمدة مطالب أحسن عمدة في تاريخ هولندا يجي؟ صحيح، علاش ما تجيبش ليا الأطور اللي عطات في العالم من مغاربة العالم؟ لا هذوك لا ما يعرفوكم اش تديروا، ولهذا كيجيبوا غير باش يضربوا الفو داكتيفيس، فهمت؟ الكره وهذا ما بقاش كيهم، المغاربه فهموا كل شيء، نحن بالمرصاد، هذا الوطن ديال مغاربه العالم، والمغاربه العالم هم سند السلم الاجتماعي، ونطالب بالمعامله بالمثل، ما كنطالبوش شي حاجه، كنطالبوا بالمعامله بالمثل عباد الله. عندي سؤال سي محمد والسي حسن، لنفرض جدلا ان هذه المؤسسه هذه تم يعني اعتمادها من طرف ملك البلاد، شكون قال لنا ان الحكومه مره اخرى والسياسيين مره اخرى ما غاديش عاوتاني يوقفوا العمل ديال هذا الجهاز هذا اللي غيمثل مغاربه العالم؟ بما ان ما غاديش يكون الوسيط بين مغاربه الخارج والملك، حيت الوسيط هو اللي كيخربق لينا هذا الشيء، هذاك الطرف الثالث هو اللي كيدير لنا الصراع، هو اللي كيغلق علينا الابواب، هو اللي كيبحث على مصلحته الخاصه، هو بزاف ديال الامور اللي كيلعبها. ولكن بما ان غادي يكون عندنا واحد الناطق الرسمي باسم هذه المؤسسه اللي هو سيخاطب بها القصر، صاحب المبادره هذا محمد متزكي، مبادره زوينه بزاف تبارك الله وصل عن بي، مبادرة هذا علاش لا ياخذ المبادرة ويستثمرها في احسن استثمار، ويكون عندنا الصوت ديالنا داخل هذه المؤسسة. يكونوا عندنا برضه مغاربة العالم والطور مستعدة للعطاء، وكاينين يجيو اتور دو رول يجيو يساعدوا ويواكبوا ويدافعوا. احنا كنشوفوا القضية ديال عندنا حكومة، وعندنا حكومة موازية ديال الشباب، فين هي هذه الحكومه الموازيه ديال الشباب؟ ما بيناش، علاش؟ لان كاين بيناتها الوسيط، عندها ظرف كذا الى اخر هذا، ولكن
دائما الى ابعدنا الطرف الثالث ولهاد الناس هادو، الى بعدناهم علينا راه سنشتغل مباشره مع ملك البلاد. هذه كان وجهة نظر. نعم، لا تحتملوا وساطة، الحكومة حارمة مغاربة العالم أصلا من الوصول لها عبر تاريخ عبر الاقتراع. دونك حنا الله يعاونكم، حنا بغينا واحد مجلس ملكي تحت سيدنا ويتكون ويجي ويسهر. أي مغربي جا الوطن عنده أرض، عنده عقار، عنده هذا، يحط الملف ديالو، وهذا هذا المجلس هو اللي يترافع عليه. مغاربه الخارج ليست لهم تمثيليه داخل قبه البرلمان. لا، فلماذا علاش غادي يبداو دوك النواب يبداو يكتبوا علينا، يبداو يجبدوا قضايا مغاربه الخارج؟ علاش؟ نعم، ما عندكمش الحق اصلا، مغاربه الخارج ما صوتوش، ما عندكمش الحق. شكون اللي كيجيب لكم، شكون كيجيب لكم الاسئله الشفويه ولا الكتابيه من مغاربه الخارج؟ وما تدخلوش القضيه ديال الجهه 13. الجهة 13 هي جهة افتراضية من تأسيس، ومن من تأسيس حزب الأحرار زمن الوزير بيرو، بشراكة مع وزارة الجالية آنذاك، مع سي بن عتيق، مع سي بيرو، ومع اتحاد المقاولات المغرب، اسمحوا لي، اللي كان كيترأسها آنذاك سي صلاح الدين مزوار. وهذه المقاولة، هذه الجهه 13 هي كانت في خدمه اللون الازرق ديك الساعه ديال الحمامه، وفقط هي لا تمثل مغاربه الخارج. ما نبقاوش نقولوا الجهه 13 هي مغاربه الخارج، الجهه 13 محدوده، فيها مستثمرين، فيها ناس رجال المال والاعمال، وهاد الناس منخرطين في اتحاد المقاولات المغرب، كل واحد كيعطي من 500 الف فرنك للفوق على حساب راس المال اللي عنده ديال المقاوله ديالو. هذا واجب ديال الانخراط 5000 درهم، 5000 درهم اللي بغى ينخرط في الجهه 13 مع اتحاد مقاولات المغرب. بمعنى ان مغاربه الخارج 36 مليون راه حتى واحد فيهم ما منخرط في هذه الجهه، الا هاد الناس اللي عندهم الاستثمارات ديالهم. صوت. نعم، يعني كل المبادرات اللي كيتم اتخاذها من طرف حزب معين او جهه من داخل الحكومه كتكون مبادرات مسيسه من اجل استغلال مغاربه الخارج، ماشي لاجل خدمه مغاربه الخارج. هذا هو البيت القاصي، مغاربه العالم غير تستعملوا. نعم، يستعملون. وصراحه انا واكبت وكنشوف المآسي فريمون، راه كل الناس تموت من غبينه، الناس هذا ما باغيش. اليوم كاين واحد لو في، كاين واحد الفراغ، وصاحب الجلاله نص على بان مغاربه العالم وكل شيء الارقام كاينه، فلماذا ما تنطالبوا بمجلس تحت اشراف ديال صاحب الجلاله ويعطينا هذيك الساعه الملفات نجريو؟ دابا كنضاربوا، كنفكوا الناس بهذا، يعني بحال كتضارب مع واحد المؤسسات سياسيين اللي هما جما ما قابلينش، داخلين في اللعاب الوسخه. حنا بغينا واحد المؤسسه اللي نحطوا ليها المعطيات وكل شيء وتضارب عليهم. وان باغ اذا نعطيك حاجه اخرى للاضافه، انا محمد، مؤسسه الحسن الثاني المكلفه بمغاربه الخارج، حنا كنعرفوا الصوت ديالها باين واضح. شوف دابا هذه سنتين المعلمين اللي كانت كتصيفط برا راه في أزمة حرجة، راه ما وقعتش معاهم. شوف هاد المعلمين ضايعين في الترقية ديالهم على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن احنا في أمريكان محرومين، وكندا محرومين من المعلمين، ومحرومين من العلماء على حساب وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، ما كيجيوناش. ما عندناش حنايا معلمين اللي غادي يقريو اللغة العربية والثقافة المغربية هنايا، ما عندناش، باقي ما دخلوش في هذا الجانب. وكان فحال امريكا، يعني الاتحاد الاوروبي فيه مجموعه ديال الدول اللي فيها هاد المعلمين المغاربه تما. وهاد الناس، هاد المعلمين راه محرومين من الترقيات ديالهم هذه سنتين. وحتى المباراه هي تاجلات، المباراه تاجلت سنتين، ماشي غير ظرف الجائحه، قبل من ظرف الجائحه. يعني هذه سنتين وما بقاش، يعني معنيتها ان كل مؤسسه تعطلت
في عملها مع مغاربة الخارج. نعم، يعني هناك دور ورغم برضو رغم ان المساهمه هي الاقوى، نعم، يعني خص يدوا ريزيرفي، خصهم يخصوا مبالغ باش يسيروا هاد الاساتذه باش ياخذوا مباراه، ولهذا فخاص المعامله بالمثل. لا ما وقفناش عليها، راه ما تسنى منهم والو هناك، راه كيجي مغربي. انا عندي ملفات ديال المستثمرين ديال جابوا ما كيعطيوش ابنك، جابوا ما والو. عاد السؤال اللي كنا وجهناه واحد المرة، ما زلنا ننتظر الجواب عليه من والي بنك المغرب، اللي كيقول لك انا مغاربة واش عباد الله الأزمة وكذا إلى آخره، هما دايرين التحويلات المالية الكبرى. يعني بحال اللي كيطرح السؤال الدول ديال الاستقبال، انهم بحثوا مع المغاربة منين جاكم هاد الفلوس اللي كتصيفطوا. يعني شنو التخبيط؟ شنو التخبيط؟ كاين شي دولة ضد ولادها؟ احنا اللي تصرناهم بالعربيه. احنا على الاقل يشوفونا كوزاره التضامن السابقه، يعني يشوفونا احنا هو وزاره التضامن، احنا اللي كنعاونوا العوائل والاسر ديالنا، احنا اللي كنعاونوا ولاد الدرب وعيالات كذا. وفي المصائب الكبرى كتلقى مغاربه الخارج هما اللي كيقدموا المساعدات. إذا السي حسن، السي محمد متزكي، خلاصة القول عندنا مشكل مؤسساتي، محتاجين لمؤسسة اللي تكون متصلة بجلالة الملك وتكون كتشرف على المشاكل والمشاغل ديال الجالية المغربية. تنظن بأن المؤسسات المتواجدة الآن، وأنت ذكرتي مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج، تنظن بأننا بحاجة إلى مؤسسة الملك محمد السادس؟ احنا بحاجة إلى مؤسسة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، إلى مؤسسات اللي هي حديثة، اللي هي كتعامل بالعقلية ديال اليوم، واللي فيها ناس شباب اللي كيعرفوا أشنو تيديروا، لأنه تم ارتكاب واحد الأخطاء فادحة جدا على أساس هذه المؤسسات اللي قامت باستدعاء ناس لحضور الاحتفالات اللي كدار في القصر بمناسبة حفل الولاء، وناس اللي اليوم يسبون في الملك طولا وعرضا ويتكلمون بكلام ساقط. يعني تنظن بان هذه المؤسسات هذه ما بقاوش عندها ذاك لي زوتي نيسيسير باش انها تصرف بالطريقه الصحيحه، وصبحت كتخلق مشاكل اكثر مما كتحل من المشاكل. اذا سي حسن، سي محمد، نخليكم في كلمه اخيره. سي محمد تحفه تعذر عليه الارتباط باللايف، يمكن فرصه قادمه ان شاء الله نشاركوا معنا في النقاش. اذا تفضل سي محمد في كلمه اخيره. تحية خالصة وصراحة، وبلغوا سلامنا لسي تحفة وسي حسن، راك خلينا الدفء النضالي صراحة، وسي عبد الرحمن وخليناكم على خير، وبغينا هذا المشروع إن شاء الله يخرج لمغاربة العالم. إن شاء الله. شكرا سي محمد، شكرا، تحياتي. سي حسن، كلمة أخيرة. ابقى معايا، ابقى معايا، ابقى معايا سي عبد الرحمن، ربما سي تحفة. سي تحفة هانت راك شوف، راك في المباشر مع عبد الرحمن العضراوي. لا الصوت. اهلا وسهلا، اخباركم؟ الله يبارك فيك سي محمد تحفه، ان شاء الله يوم الاحد. راه كيسمعك، راه كيهضر معك. اذا كتسمعني يوم الاحد. بلاتي 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 بلاتي، ابقى معايا دقيقه دقيقه، لان معنا. راه عندي، راني كنت كنتكلم معاه قبيله، بعدين نحاولوا نرتبوا معاه لقاء ان شاء الله يوم الاحد المقبل، ونرجعوا لهذا الموضوع لانه مهم جدا. واخا واخا، الصوت ما غيتسمعش. سي تحفه قال لك الصوت ربما ما غاديش يتسمع، راه غادي يوجد لك حلقه ان شاء الله ديال الحد القادم معك ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. كي داير سي حسن لاباس؟ الله يبارك فيكم اخي العزيز، الله يبارك فيكم، شكرا. يلاه اي سالي، سالي اللقاء، انا معك. الله يكبر بك، مع السلامه. شكرا، مع السلامه. تفضل سي حسن. اللي بغيت نوجه انا في الكلمه ديالي الاخيره، اولا خصنا نكرسوا مجهودات كثيره جدا في هذا الاطار مع مغاربه الخارج، وما نحاولوش نحاولوا نستثمروا هاد العضراوي لايف، نستثمروها مع المجموعات ديال مغاربه الخارج في دول ديال الاستقبال، ماشي غير بين المغرب والولايات المتحده الامريكيه وكندا. هاد التالوت الزويون هو باش بدينا، ولكن نوسعوا الباب، نفتحوا الباب على مصراعيه، ونحاولوا ندخلوا الناس من ايطاليا، ندخلوا الناس من فرنسا، ندخلوا الناس من هذا، باش يكون عندنا واحد الاتحاد مع مغاربه الخارج كبير جدا. حسن يكونوا ملكيين. لا شوف حنايا، شوف مرحبا،
مرحبا باي، شوف اي مغربي مغربي مرحبا به يدخل معنا. وحنا ديك الساعه راك انت راك هو كيف ما كنقولوا المودراتور ديال هذا اللي غادي تستقبله بكل فخر، واللي غادي تعطيه كلمات ديالو على حساب القول الى اخره. نحن يعني في هاد المائده المستديره اللي كنديروا، هذه المائده ديال الحوار، احنا بغينا التوعيه، وبغينا ان الصوت ديالنا يوصل للمسؤولين، وخاصه القصر الملكي خصو يوصل، لان اليوم لا نثق في تلك الكراسي. انا شخصيا عندنا مع المؤسسه الملكيه والمؤسسه الامنيه، الباقي لا يشكل لي اي اشكال، يعني ما كنتكلمش معاه بعيد عني طول الدهر، لا البرلمان ولا الاحزاب السياسيه ولا غيرهم، لانهم اعتبرهم واحده لا تتجزأ، الحكومه هي البرلمان والبرلمان هم الاحزاب. يعني هاد الثلاثي هذا راه ما بقاش فيه الخير بكل صراحه. اننا راه غادي الا بقينا مع هاد الناس هادو هكا، الحق يضيع وكل شيء يضيع، ويظهر من خلال الواقع ان السياسي يستقوي على القضاء، ويحطونا امام الامن، وكيحطونا امام القضاء، ويعني كيخلقوا لنا المشاكل بهذا. لهذا نحن سنستمر في الدفاع وفي النضال وفي الحفاظ على المكتسبات الدستورية، لأن كنآمن بالدستور وكنآمن بالقوانين، ودون ذلك را الحكومة في واد ونحن في واد. شكرا سي حسن، ولنا لقاء إن شاء الله نهاية الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. شكرا إذا لك. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. كان معكم عبد الرحمن عضراوي في هذا البث المباشر الأول من سنة 2022، وكنت سعيدا باستضافة الإعلامي المغربي السيد حسن أبو عقيل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الفاعل الجمعوي السيد محمد متزكي من المغرب. دمتم في رعاية الله. كان معكم عبد الرحمن عدراوي من مدينة لافال. إلى اللقاء.